الرويجة السويسرية نادية بيتر شاينر رفقة فرسها الصغى ذا فونكوم بالجائزة الكبرى لصاحبها السمو الملكي ولي العهد مولاي الحسنة والتي تندرج ضمن الدورية الملكية المغربي في محطته الأولى التي احتضنتها مدينة تطوان. واجتازت السويسرية نادية بيتر شاينر الحواجز من دون أي خطأ وبتوقيت 44 ثانية و29 جزء من الثانية تاركة المركز الثاني للبلجيكي دومينيك أندريكس. أما المركز الثالث فدوين باسم المصرية كريمة الزغبي. أنا جد سعيد بهذا الفوز، هو فوز يستحق ويأتي بعد موسم أكثر من رائع للفرس الذي أدى أيضا جيدا مؤخرا وهو يستحق هذا الفوز. الفترة الصباحية شهدت أيضا إجراء الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا خديجة واتسمت للفارس المغربي الواعد الطاوي عثمان حيث أضحى أول مغربي يفوز بهذه الجائزة منذ بداية المسابقة. أنا فرحان بزاف، طلعت الراية المغربية مازال ما طراتش، طلعت غير مرة واحدة ولا جوج مي في اون غران ديبخاف كوم سيلسي با انكوغ. جو تخي كونتون دافوغ في سا، جو بخومي ماروكان افوغ في سا، تخي كونتون دافوغ في مونتي الدرابو. Très belle compétition. J'ai fait du mieux que je peux et j'ai gagné, alhamdoulillah. ليزال الستار عن المحطة الأولى من الدورية الملكية المغربية بمدينة تطوان على أن تجرى ثاني المراحل على أرض مدينة الرباط، ثم الختام سيكون بمدينة الجديدة.